الرئة وظيفتها وتشريحها. الرئتان هما مركز الجهاز التنفسي. تحتاج كل خلية من خلايا الجسم إلى الأكسجين للبقاء على قيد الحياة وبصحة جيدة. يحتاج جسمك أيضاً إلى التخلص من ثاني أكسيد الكربون. هذا الغاز هو منتج نفايات تصنعه الخلايا أثناء وظائفها اليومية العادية. تم تصميم رئتيك خصيصاً لتبادل هذه الغازات في كل مرة تقوم فيها بالشهيق والزفير. دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذا النظام المعقد. تشريح الرئة. هذا العضو الإسفنجي الوردي يشبه مخروطين مقلوبين في صدرك. تتكون الرئة اليمنى من ثلاثة فصوص، أما الرئة اليسرى فتحتوي على فصين فقط لإفساح المجال لقلبك. القصبات الهوائية. تبدأ الرئتان من أسفل القصبة الهوائية، وهي عبارة عن أنبوب يحمل الهواء داخل وخارج رئتيك. تحتوي كل رئة على أنبوب يسمى القصبة يتصل بالقصبة الهوائية. تشكل القصبة الهوائية والشعب الهوائية حرف واي مقلوبا في صدرك. غالبا ما يطلق على هذا الحرف واي اسم شجرة الشعب الهوائية. تتفرع القصبات الهوائية إلى قصبات أصغر وحتى أنابيب أصغر تسمى القصيبات، مثل فروع الشجرة. تمتد هذه الأنابيب الصغيرة إلى كل جزء من رئتيك. بعضها صغير جدا لدرجة أن لها سمك شعرة. لديك ما يقرب من 30,000 شعيبة في كل رئة. ينتهي كل أنبوب قصبي بمجموعة من الأكياس الهوائية الصغيرة تسمى الحويصلات الهوائية، يشار إليها بشكل فردي باسم الحويصلات الهوائية، وتبدو مثل عناقيد صغيرة أو بالونات صغيرة جدا. هناك حوالي 600 مليون حويصلة هوائية في رئتيك. تمنح الأشكال الفقاعية صغيرة للحويصلات الهوائية رئتيك مساحة مدهشة من السطح تعادل حجم ملعب التنس، وهذا يعني أن هناك متسعا كبيرا لتمرير الأكسجين الحيوي إلى جسمك. تكوين الجهاز التنفسي. الرئتان هما الجزء الرئيسي من الجهاز التنفسي. ينقسم هذا النظام إلى الجهاز التنفسي العلوي والجهاز التنفسي السفلي. يشمل الجهاز التنفسي العلوي الفم والأنف. يدخل الهواء ويخرج من الرئتين من خلال الفم وفتحات الأنف. التجويف الأنفي. يمر الهواء من الأنف إلى التجويف الأنفي ثم الرئتين. الحلق والبلعوم. ينتقل الهواء من الفم إلى الرئتين عبر الحلق. الحنجرة. يساعد هذا الجزء من الحلق الهواء على المرور إلى الرئتين ويمنع الطعام والشراب من الذهاب إلى الرئتين. الجهاز التنفسي السفلي، ويتكون من الرئتين، القصبة الهوائية وهي عبارة عن شعبتان، القصيبات والحويصلات الهوائية، وتساعد أجزاء أخرى من الجهاز التنفسي رئتيك على التوسع والانقباض أثناء التنفس، وتشمل هذه الأضلاع حول الرئتين وعضلة الحجاب الحاجز على شكل قبة تحتها. كيف تعمل رئتيك؟ يدخل الهواء من خلال فمك وأنفك ويسافر أسفل الحلق إلى القصبة الهوائية في الرئتين من خلال القصبات الهوائية الرئيسية اليمنى واليسرى في الشعب الهوائية الأصغر، في أنابيب القصبات الأصغر، في الحويصلات الهوائية. كل حويصلة مغطاة بشبكة من الأوعية الدموية الدقيقة تسمى الشعيرات الدموية. يحدث تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون هنا. يرسل قلبك دما غير مؤكسج إلى الرئتين. هذا هو الدم الذي يحمل ثاني أكسيد الكربون بدلا من الأكسجين. عندما يمر الدم عبر الشعيرات الدموية الدقيقة رقيقة الجدران تحصل على الأكسجين من الحويصلات الهوائية، ثم تقوم بإعادة ثاني أكسيد الكربون عبر الجدران الرقيقة إلى الحويصلات الهوائية. يتم إرسال الدم الغني بالأكسجين من رئتيك إلى قلبك، حيث يتم ضخه إلى جسمك بالكامل. يتم استنشاق ثاني أكسيد الكربون من الرئتين والحويصلات الهوائية من خلال الفم والأنف. كيف تبقى رئتيك بصحة جيدة؟ تظل الحويصلات الهوائية منتفخة جزئيا مثل البالون حتى عندما تنفث الهواء. تصنع رئتيك سائلا يسمى الفاعل بالسطح لمساعدته على البقاء مفتوحة. يحتوي الفاعل بالسطح أيضا على بروتينات دهنية تساعد في الحفاظ على صحة الرئتين. رئتيك ذاتية التنظيف، فهما تصنعان مخاطا لاحتجاز الجراثيم والجزيئات، ثم يتم مسح المخاط بعد ذلك عن طريق الأهداب، وهي شعيرات صغيرة تبطن الشعب الهوائية. عادة تبتلع هذا المخاط دون أن تلاحظ. إذا كنت تعاني من مرض في الجهاز التنفسي فقد تفرز رئتيك الكثير من المخاط. تحتوي الحويصلات أيضا على خلايا مناعية تسمى البلاعم. هذه الخلايا تأكل الجراثيم والمهيجات قبل أن تتسبب بعدوى في رئتيك.
اضطرابات وأمراض الرئة. قد يكون اضطراب الجهاز التنفسي مؤقتاً أو مزمناً، قد تؤدي بعض الأنواع إلى أمراض الرئة أو تكون علامة على ذلك. تشمل حالات الرئة الشائعة ما يلي: الربو. الربو هو أكثر أمراض الرئة المزمنة شيوعاً. يبدو الربو التحسسي عادة في مرحلة الطفولة. تحدث نوبات الربو عندما تتقلص الممرات الهوائية وتضيق، مما يؤدي إلى إبطاء تدفق الهواء وتتورم الرئتان أيضاً ويلتهبان. يمكن أن يحدث الربو عن طريق الحساسية والتلوث والتمارين وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى والهواء البارد. الالتهاب الشعبي. تحدث عدوى الصدر هذه في الشعب الهوائية الرئيسية والشعب الهوائية، قد يكون بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية. يحدث التهاب الشعب الهوائية الحاد فجأة، ويمكن أن ينتشر في بعض الأحيان إلى الرئتين من عدوى الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد. مرض الانسداد الرئوي المزمن. تعرف هذه الحالة أيضاً باسم التهاب الشعب الهوائي المزمن أو انتفاخ الرئة. يزداد مرض الانسداد الرئوي المزمن سوءاً بمرور الوقت، قد يكون ناتجاً عن التدخين أو تلوث الهواء أو المواد الكيميائية أو حالة وراثية. غالباً ما يؤدي مرض الانسداد الرئوي المزمن إلى الإعاقة، وهو رابع أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في الولايات المتحدة. الالتهاب الرئوي. هو عبارة عن عدوى صدرية عميقة في القصيبات والحويصلة الهوائية. يمكن أن يتراكم القيح والمخاط، وقد تنتفخ الرئتان. هذا يجعل التنفس صعبا. يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي لأي شخص. الأطفال الصغار وكبار السن والمدخنون والمرضى معرضون لخطر أكبر. السل. تنتشر هذه العدوى البكتيرية عن طريق قطرات الهواء من السعال والعطس. من الصعب أن تصاب بالعدوى. يمكن أن يكون السل خطيراً ويؤدي إلى تندب الرئة. قد يبقى أيضاً في الجسم دون التسبب في أعراض أو ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. أسباب اضطرابات وأمراض الرئة. قد تؤدي اضطرابات الجهاز التنفسي أو الرئة إلى صعوبة التنفس. إنها سبب شائع لزيارة الأطباء في معظم البلدان. يمكن أن تصاب بأمراض الجهاز التنفسي بسبب البكتيريا، الفيروسات، العفن أو الفطريات، الهواء الملوث، المواد الكيميائية، الهواء الداخلي الراكد، الدخان، دخان السجائر أو التبغ أو الشيشة، التدخين السلبي، الحساسية مثل حساسية اللقاح والغبار، ومسببات الحساسية الغذائية مثل منتجات الألبان والمكسرات والمأكولات البحرية وما إلى ذلك، وبر الحيوانات الأليفة، نفايات الحشرات مثل عث الغبار.